تخطى تونس عتبة 120 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، وفي الظرف الراهن يشهد الوضع الوبائي بالبلاد تفشي العدوى المجتمعية التي تترافق مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا. ومع ظهور طفرة جديدة من الفيروس استدعى الأمر اتخاذ إجراءات جديدة لتطويق الوباء. في هذا السياق قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا منع كل التجمعات والتظاهرات بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وفق ما أعلن عنه أمس وزير الصحة فوزي المهدي خلال ندوة صحفية. كما قررت الهيئة تمديد العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها يوم 6 ديسمبر والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية إلى غاية يوم 15 جانفي 2021. كما سيتواصل تطبيق حظر الجولان إلى جانب منع التنقل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة. وفي خضم تصاعد القلق الدولي من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تبرز جرعة من الأمل في التصدي لهذا الوباء بتوقع 4 شركات على الأقل، من بينها شركة فايزر الأمريكية، أن تنجح اللقاحات التي أنتجتها ضد مرض كوفيد-19 في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس. وتعكف هذه الشركات حاليا على إجراء اختبارات لتأكيد توقعاتها باستجابة جهاز المناعة بواسطة لقاحاتها في التعامل مع هذه السلالة التي انتشرت بسرعة في بريطانيا وأدت إلى موجة دولية لحظر السفر إليها، ما جعلها في عزلة.